قوليلي ايه الالوان اللي طالعه موضه في الميك اب؟ هي اكتر الوانات اللي طالعه الفتره دي هي البنيات، الالوان الترابيه، الكشميرات بدرجاتها، والبنيات برضو بدرجاتها، ليها درجات كتير قوي. في ناس بتفتكر البني ده درجه، لا، درجات كتير جدا منه من اول الاوف وايت لحد البني الغامق، لحد البني صح الغامق. كده؟ يعني شبه كذا شاطره. باليت كده كبير قوي فيها كل الدرجات دي بنشتغل بيها. طبعا ما بشتغلش اي لون غير على حسب شكل الوش ولون البشره والحاجات دي اللي بتحكمني ايه الدرجه اللي هتبقى حلوه قوي في الميك اب بالظبط. وكده. يعني بالظبط. طب قولي لي بقى، لو جاتلك كده عروسه او عامه العرايس عندك، انت بتحبي تستخدمي لها انهي الوان؟ ما في مثلا لون مثلا بنفسجي، لون نبيتي، لون اسود، ايه بقى الالوان اللي انت بتحبي تعمليها في لوك العروسه، وايه الالوان اللي انت لا بتبعدي عنها؟ هو اكتر شغلي شويه، انا بحب الشغل الهادي، ومعظم حتى الكلاين اللي بيجولي كلهم بيطلبوا شغل هادي، تمام. فدايما بشتغل بالالوان الترابيه، البنيات بدرجتها، مع الجولد، مع السيلفر، لان ده اللي هو منهم الالوانات اللي بتدي لمعه شويه كده، فيها شيمر، فيها جليتر، ده بيدي لوك حلو، بينور العروسه اكتر مع الفستان طبعا والشغل الكتير، فاحنا برضو محتاجين وشها يكون منور. تمام. فهو دي الحاجات اللي احنا بنحب نعملها يعني، بس انا بفضل البنيات جدا في شغلي. هي ارقى الالوان الصراحه، يعني هي جميله. قولي لي، هو السيلفر والجولد طالعين موضه دلوقتي؟ مش فكرة طالعين موضة، بس هي دي الحاجات اللي يعني هم شغالين كتير، يعني بشوفهم على معظم لوكات الناس، لان هي دي اكتر لوكات الناس بتحبها لانها هادية. مفيش بقى الاحمر، لا، ما صعب فيش قوي. الالوانات اللي هي الفوشيا، الاخضر، الازرق، دي كانت شويه زمان، دلوقتي دي الالوانات الشيك اللي هي الجولد، الفضيات كلها يعني بالدرجات طبعا، ايوه. يعني في تدرج في كل لون انا بقوله يعني وكده. الوان رقيقه والبنيات كده. كل هادي، كله عايز اللي هو ميك اب، نو ميك اب، ما فيش حد عايز بالظبط. ميك اب ايوه فاقع قوي. بالظبط. زمان كده كان انتشر ايلاينر فيه جليتر كده، هل موجود لحد دلوقتي؟ موجود بس مش ناس بس كتير اللي قليل، صح. مش هو موجود، بس مش اي حد بيعمله، يعني بيتعمل على الكات كريز، مش بيتعمل فوق الايلاينر، تمام. بيتعمل بيه لوكات فوق الكات كريز بس.